مشاهدينا الكرام، مرة أخرى من قلب كريان درعو بحي الدومة. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. المعلم هو مربي الأجيال، المعلم هو اللي كيقري الأجيال وتوصلهم وتعلمهم حروف. من علمني حرفا صرت له عبدا. وهاد المعلمين راه علمونا حروف، فتحية تقدير واحترام جميع الأساتذة والمعلمين، وخصوصا الناس ديال الزمن الجميل. ملي كان المعلم بحال الأب، ملي كان المعلم عنده واحد الدور ماشي فقط تربوي داخل المؤسسة، ولكن عنده دور تربوي حتى خارج المؤسسة. خصوصا حنا تنعرفوا لا الحقبة ديالنا ولا الحقبة ديال والدينا، كان المعلم عنده واحد الفالور، واحد القيمة أنك تشوفه تتخاف منه في الزنقة. وخصوصا إلا كنتي كتقرا عنده وهو ساكن معك في الحي، كتكون عندك واحد أمك تتخلعك بالمعلم، تتقول لك والله تنقول الأستاذ فلان. اليوم صراحة مؤلم جدا أننا جينا لهاد الكاريان باش نشوفوا المعاناة اللي كيعانيوها هاد الناس. حنا جينا ليه حتى من قبل ما يتحرقوا، وجينا من بعد ما تحرقوا باش نوريوكم. حنا الدور ديالنا أننا تنقلوا الصورة كما هي. الدور ديالنا حنا ما غاديش نعطيو لهاد الناس الديور، ما غنعطيوهمش فين يستافدوا، ولكن على الأقل أننا كنوصلوا الصورة كما هي على المباشر، بلا زواق بلا مقص، وكنوصلوا حتى الكلام ديال هاد الناس. وحنا في إطار كنديروا التغطية، حتى عرفوني بهاد الشخص وضرني قلبي وقالوا لي هذا راه أستاذ راه قرانا. أكيد ضرني قلبي على جميع هاد الناس، على هاد الوليدات، على الشباب، على النساء، على الأرامل، على النفساء، على، ولكن ملي كتشوف أستاذ اللي قرا وعطى كتشوفه باقي حاصل في هاد الكاريان، وتا هو مسكين تيتسنى الاستفادة، تا هو دارو كانت غادي تمشي، تا هو كان غادي يتحرق، فعلا يحز في النفس. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام أختي. شحال وأنت كتقري؟ والله من 72. من 72 وأنت كتقري، حتى لأش من سنة؟ حتى 2016. حتى 2016 بالعداد. كاع الكاريان قريتي؟ كاع ولادهم هذو كلهم، هذو كلهم قريتيهم هما وقريتي وليداتهم. كلهم دابا تزوجوا وولدوا وسميو، وحنا الحمد لله قريتي جوج ديال الأجيال. شحال أنت ساكن في هذا الكاريان؟ تقريبا شي 75. ما قدرتيش تشري شي بلاصه؟ ما كناش نمشيو تعرف الريبه، ما كناش نمشيو ليها الحمد لله. حتى الكرا صعيب عليك؟ حنا شدينا هنا، بقينا هنا، بقيتوا هنا، بقينا هنا، بقيتوا كتسناو كتقولوا اليوم يعطيونا الاستفاده، غدا يعطيونا الاستفاده. الاستفاده اليوم غدا الصحه حاجه ما كاينه الصحه. شنو المستويات اللي قريتي؟ ابتدائي. ابتدائي. وكتلقى ماشي وليدات قريتيهم خداو مناصب زوينه الحمد لله، خدموا ولاو مزيانين الحمد لله. باش كتحس ملي كتشوف هاد الوليدات؟ كنت عندي والله، كنت عندي وكنتلاقاو معاهم في المسجد وكنتلاقاو بسم الله الحمد لله، زعما الحمد لله. انا كنحس بواحد بالفخر. وي الحمد لله، ملي الانسان كيوصل لواحد المستوى وكيجي عندك حتى ويقول لك استاذ رانا فين الحمد لله. كاين الربح المادي وكاين الربح المعنوي. انت خديتي الربح المعنوي وربحتي مع سيدي ربي الحمد لله، لان عرفتي شنو هي كتعلم الانسان؟ راه اي حرف علمتيه لواحد راه عندك فيه الاجر، خصوصا الا دار به هو شي حاجه. الحمد لله والله ما في الحمد لله. الناس كاع الدراري راه كيشهدوا علينا، هذو كلهم كيشهدوا. الحمد لله ما شاء الله كلهم كيشهدوا. شتي كتسلخهم استاذ؟ هو غادي يقولوا لك هما ضروري. هما غادي يقولوا قرينا عنده ولادو قراو عنده. قرينا عنده ولينا دابا حاليا ولينا كنمشيو نشدوا ولادنا كنمشيو نوصيهم عليهم. ها انا قريت عنده انايا، ومن بعد دابا هو حاليا كيقرا عنده ولدي. سبحان الله. يعني اش نقول لك؟ اللهم لك الحمد. استاذ شنو هذا الحريق هذا؟ هذا الحريق شنو نقول لك؟ كتب الله ما شاء الله ولي. السبب ديال ما عرفناش السبب، ما بحال هكا العشوائي، ما عرفناش دابا شنو السبب. ما كاينش السبب، هو مولاي السبب ديال الضوء. تماس كهربائي ديال خيوط عشوائيين، راكم عايشين في العشوائيه استاذ. هو لا ولاد ولا والو، عاد تعيطوا لي تعالى راه الدار ديالك شحال فيها؟ فين هو مول الدار اللي كانت مسدوده؟ هو انت مول الدار اللي كانت مسدوده حتى قالوا لك اجي؟ نعم. من عندك اندلع الحريق؟ من عندي انا. بالنسبه لي انا يعني المحل ديالي كله مشى، راك طلعتي وصورتي وشفتي. ما بقى فيه ما بقى في ما بقى يعني ما بقى حتى شي حاجه عندي، حتى شي حاجه، لا وثيقه ولا حوايج. البارح يعني بغيت يعني ملي كنا كنطفيو في الحريق بغيت غير نبدل، ما لقيتش يعني شي تريكو ولا شي ولا شي جاكيطه باش نبدل، ما لقيتش. يعني المحل ديالي كله مشى، كلشي مشى ليا، كلشي راك طلعتي وشفتي. دابا حنا يعني فاطمه زرقتي واحد القضيه، حنا من تقريبا تحصينا في 82 او 83 تحصينا هنا، يعني كانت عندنا ورقه ديال الاحصاء 42 سنه. يعني
ورقه صفراء صفراء الا عقدتي عليها استاذ. ملي كانوا الناس شويه قلال ملي كانوا قلال يعني التحصينة في 83 يعني باقي صغيره ديك السنه التحصينة. تصور دابا الاب ديالي كان يعني كيطمح وكان فرحان باغي يتحول يعني في ذاك الوقت. تبارك الله عليك استاذ، شرفنا بك استاذ، شرف لينا اننا تلاقينا بك. دابا دابا الاب ديالي يعني راه توفى مشى الله يرحمه، جينا حنا طلعنا جينا مشى وهو بالحلم ديالو كيتمنى باش توفى الله يرحمه. جينا حنا الجيل ديالنا حنا طلعنا باش حنا يعني يعني باش نستافدوا حتى حنا يعني نحسوا بالحياه. انتوما بداك الحلم دابا حنا باقي كتشوف راسكم انت تماتشوا عند الله والحلم دابا كنطلعوا على يعني على 50 سنه دابا ولادنا راهم كبروا وجايين كيتزوجوا وحنا دابا ما استفدناش والله اعلم يعني الاعمار بيد الله. دابا حنا يعني حنا كنطالبوا من هاد الناس هاد السلطات يعني بارك يعني هاد الكريم هذا خاصو ما خاصوش يبقى يعني وصل يعني الا كان هذا هو السبب هاد الحريق هذا يعني خاصو ما يخصوش يبقى هاد الكريم. علاش؟ لانه راه يعني فات اكثر من 40 سنه الانسان شحال كيعيش في يعني في هاد الحياه كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعمار امتي ما بين 60 و 70 وقليل من يتجاوز ذلك. حنا دابا جاي ال 50 سنه دابا كنطلعوا عليها يعني واش بقى لنا في هذه الحياه هذه؟ حنا كنطالبوا من الناس يعني المسؤولين. حنا دابا حتى المسؤولين ما عارفينهمش دابا حنا نسيناهم. تتشوفوا وليداتكم فين يعيشوا من بعد؟ دابا وليداتنا حنا عشان نقول لك يعني المستقبل ديال ولادنا تا هو حنا كنحسوا به تا هو يعني بحال تا هو يعني بحالنا غاديين جايين بحالنا. خصوصا دابا حنا باش نكونوا واضحين الوقت اللي كبرنا فيه حنا كانوا الكريانات وكيقراو الناس وكيتخرجوا وكاينين اطور وكانوا حتى الوالدين كيربيو. دابا راه صعيب دابا راه الدري راه حتى تكنولوجيا وتيشوف واحد احسن منه واحد ساكن في هاد الدار واحد ساكن في هاد الفيلا. حنا راه ماشي هما وليداتنا، حنا راه كبرنا في الفقر وكاين اللي كبر في بيت وكاين اللي كبر في الكريان وكنا كنجمعوا على طبسيل واحد وكان كانت تربيه تربيه وكانوا الوالدين والدين. دابا راه صعيب هاد الوليدات اننا نقولوا لهم في ظل ان ولينا كنشوفوا اللعاب تبارك الله كيتباع بجوج المليار ثلاثه المليار. هادشي راه ما كانش وقتنا حنايا، الناس كانت تقريبا كلشي كتمشي للمدرسه كتلقاي الوليدات كاع اللي كيقراو معاك تقريبا نفس النيفو. غدا انت بصباط مقطع تا صاحبتك بصباط مقطع طاب ليا نفس اللبس نفس المستوى. دابا تبارك الله الوليدات راه ولاو تيشوفوا الانترنيت تيشوفوا انستغرام تيشوفوا فيسبوك تيشوف واحد لابس برديله 1000 درهم 2000 درهم كيشوف واحد ساكن في الدار حتى هو باغي مسكين ولو جزء بسيط. ما باغينش هما هذيك العيشه ديال الفيلات وديال بغاو غير واحد حتى هو يكون عنده بيتو يكون عنده الدوش نعم. يكون عنده يجي حتى هو من لونطريمون عنده تيران حدا دارو حتى هو من حقه. راه الحمد لله المغرب راه ثاني مواثيق اللي هي دوليه على حمايه الطفوله. ما كاينش واحد القضيه اختي نجيك من الاخر ما كاين عندنا حنا يعني خصوصا حنا في هذا سيدي مؤمن ما كاين يعني لا يعني لا كرامه لا يعني لا حياه بالنسبه لينا حنا ولا لوليداتنا يعني يعني صراحه تنعانيو والله العظيم الا تنعانيو يعني كنعانيو يعني معاناه حقيقيه. راك دخلتي وطلعتي شفتي يعني حنا فين ساكنين يعني فين ساكنين وليداتكم حنا وليداتنا راه اش نقول لك يعني الحياه ديالنا فعلا صعيبه فهمتي. ما نقدرش واخا نبقى نهضر واخا غادي نبقى نوصف لك ما غاديش يعني ما غاديش ما يعني ما غاديش يعني نوصل كيفاش المعاناه ديالكم باش توصلها. بغيتي شي واحد يدخل لقلبك ولعقلك ويقراه. نعم تدوي حتى تعيا ما عمرك غادي توصل المعاناه. خاص اللي عاش هذه المعاناه هو اللي غيحس بها. نعم اللي غادي يحس اللي ما عاش هذه المعاناه وما عاش الفقر وما عاش الكريان وما عاش الطواليت ما كايناش وما عاش الواد الحار ما كاينش والماء ما كاينش والضوء تيتقطع ووليداتك حوايجهم موسخين وفي الشتا كيخرجوا كيتغيسوا راه عمرك ما غتحس بهاد الناس. واكيد ان كيقولوا لك الشبعانه عمرك كتحس بالجيعانه. حتى واخا نقول لك فيا الجوع انت شبعان ما غتحسش ذاك الاحساس اللي حاسو انا. ولكن كنتمناو على الاقل من هاد المسؤولين اللي اختاروهم هاد الناس وصوتوا عليهم على الاقل انكم تجيو تشوفوا هاد المعاناه ديالهم وبركوا معاهم وديروا لهم حلول. راه اليوم حنا مقبلين على محافل دوليه وعالميه كاس افريقيا كاس العالم عيب وعار ان ننظموا بحال هاد المحافل هادو ومازال تلقاو وليداتنا عايشين في الغيس وعايشين في الدمار وعايشين مساكن في في, 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 في الرعب ديال العافيه والشتا تغرقهم والشمس كتحرقهم والطوبه والشنيوله. واش بغيناهم يعطيونا؟ راه رجال المستقبل هادو راه بغيناهم هاد الوليدات يقراو ويعطيونا شي حاجه اللي مثلا يتفرج في كاس العالم. اول حاجه خصو بعدا يجي يتفرج بينا حنا مول الاولين قبل بانه يمشي يتفرج في كاس العالم. يعني خصنا الحل لينا حنا مول الاولانيين باش تكون بغي يبينوا صوره مزيانه على المغرب ويبداو منا حنا مول الاولانيين عاد يمشي يشوفوا كاس العالم. تبارك الله عليك. اذا المشاهدين الكرام اظن ان الصوره واضحه والرساله واضحه وكيف ما قلت لكم حنا الدور ديالنا اننا تنوصلوا
نوصلوا الصوره. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، هو اللي واقف معنا، الله يخلي لنا ويطول لنا الله في عمره. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. ونشوفوا سعيد وري الناس يشوفوا الدور تولوا بعد العافيه. احنا حتى الطريق عادي دابا، غير الطريق باش ندوزوا خاص واحد يخرج واحد يدخل بلا عافيه. طالفوك نبغي يطلع فين الدار؟ غادي طلع مراد. شاده متين؟ شاده شاده طلع شاده شا مراد. لا طلع طلع الحساب مخاش. كيفاش نطلع هنا؟ الحين نطلع انا الاول تحت. قدام واحد الشرق طلع مراد. لا متخافش اطلع. Thank you.